عيالنا. اليوم بنتكلم عن شهر رمضان الأول. الأول شلون كانوا يستعدون حق هذا الشهر؟ مو قبل أسبوع ولا أسبوعين، يمكن قبل حتى شهر. من شهر شعبان وهم يستعدون، البيوت ينظفونها، الزل اللي يغسلونهم وينشرونهم، المديد اللي مال البيوت ومال المسايد يغسلونهم، كل شيء يصير تنظيف في كل شيء. هذا شيء نظفنا المكان. شلون يستعدون بعد حق الأكل؟ عندك مثلا الحب، علشان يسوون الهريس، طبعا هاي نقدر الهريس، عشان يسوون الهريس لازم يدقون الحب. شلون يدقون الحب؟ كانوا يأخذون الحب ويحطونه في مثل مدق طويل، وكانت لهم بعض الكلمات الحلوة والأشيد الجميلة وهم يدقون الحب، سواء رجال أو حتى نساء. تعالوا خلينا نشوف دق الحب. يدقون الحب علشان يسوون الهريس، مو الحين بس الهريس، ترى الهريس من زمان، وهذه عندنا جدر الهريس، وهذه نوع من الهريس بنفس الجدر هذه تقريبا، لكن على التنور، يعني مو على الغاز اللي عندنا، لا لا، يحطون الحطب ويحطون هالأشياء هذه علشان يسوون الهريس، ولا طعام بعد لذيذ. الجدر هذه وما يستعملونه طبعا تقريبا من سنه لسنه، يعني الهريس مو كل مره نسويه احنا، خاصه عندنا في البحرين، يمكن لو نروح مثلا الامارات تبي تشوف الهريس في اي وقت يسوونه، الثريد في اي وقت يسوونه، احنا الهريس تقريبا من موسم الى موسم الا الكباريه مثلا. الجدر هذه طبعا يصير وسخ ويتسخ وغيره، فيبون ينظفونه. شلون ينظفونه؟ في واحد يدور بين البيوت في الفرجان ويقول من عنده جدور من عنده جدور من عنده جدور من عنده جدور، ويجي ويوقف هو ويا واحد صديقه ولا اثنين ولا ثلاثه في الفريج، ويجيبون الجدر. طبعا الجدر هاي دار ما دار اسود وداخل بعد متوسخ، فهذه اللي لمع الجدور شو يسوي؟ يجي ويحطه على الضوء شوي ما شلون، وعقب حط مادة داخلي، وعقب صوروا ريلينه ثنتينهم في الجدر وهو ماسك الطوفة ويحرك جسمه تين تين تين، ريل التحرك داخل الجدر ويصير الجدر وايد نظيف، وعقب حطوا فيه بعد مادة، المادة هذه تلمع الجدر من الداخل. هذه استعداد الأوليين حق الجدور وحق اللي هو معه اللي نظف الجدور. طبعا هذه الأشياء احنا وثقناها تقريبا. خلينا نشوف فنان عبد الله ملك وهو يقدم لنا عن الصفار. يا بنيات يا صبيات، يا بنيات يا صبيات، قولوا لها عليكم بسرعه خليون، قولوا لها عليكم بسرعه خليون. ادور في الفرجان واطق على البيبان، يا
قدر الهريس اللي في مخزن عفته يبدي يشم النار. قدر الهريس اللي في مخزن عفته يبدي يشم النار. يا اهل البشر هاتوا 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 عجدد ايامي وعجدد احلامي. هاتوا لو طايح هاتوا لو طايح مني يدين اخدو مني يدين اخدو. نرجع حين عك خبز الرقاق. وخبز الرقاق ومن توه بعد من زمان بس ما عندهم مكينات واشياء ومخابز ما عندهم. كانوا مثلا ياخذون العين يسوونه في البيت يعني ويودونه حق واحده تخبز لهم خبز الرقاق. فياما اول عندهم الاوزان الرطل ثمين يعني رطلين او الربعه فودون له هذه الكميه وهي تخبز لهم الخبز. مو في مخبز على التاوه. تبغوا تعرفون شنو هي التاوه؟ حياكم معنا نشوف المرة اللي تخبز خبز الرقاق. بعدين عيالي نبي نطحن اللي هو الحب. ما عندهم مكينة طحن مثل الحين بعد اللي عندنا. كانوا يودونه بعد حق ناس يطحنون لهم الحب أو العيش. يطحنونه في شنو؟ في مكينة؟ لا، في شيء يسمونه الرحى. إذا بتلتفتون معايني شوية بتشوفون الرحى. وطبعاً الرحى هاي تتحرك وهم يحطون الحب ولا العيش هو يطحنون. هذا طبعا يبي له قوه ويبي له طبعا جهد. ولما تطحنه تودي حق اللي اعطوها اياه ويعطونه بداله مقابل. سووا منه طبعا الخنفروش، سووا منه الكباب، الاشياء هذه. زين خلصنا حين من الرحى. ما عرفتوا الرحى؟ هذه اللي رويناكم اياها. ما علي، خلينا نشوفه على الطبيعة وشلون كانوا يدورون الرحى وشلون يطحنون الحب. الحين جريب رمضان. وجريب رمضان يعني شلون يتحرون رؤية الهلال. اللي تشوفه واقف على البحر، واللي واقف على جبل، واللي واقف فوق السطح ويطلعون الهلال. وليه شافوا الهلال؟ قالوا الله شفنا الهلال. يعني لما يشوفون الهلال ولي الأمر يعلن إنه خلاص باكر إن شاء الله بيكون عندكم أول رمضان. والناس تفرح وتستانس ونسمع المدفع الواردة دوم 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 إعلان بقدوم شهر رمضان. ويستأنسون الناس ويقوم إذا أعلنوا قبل أذان العشاء لما يأذن العشاء الناس يروحون يصلون صلاة العشاء ويصلون بعد التراويح إذاناً بأول يوم من رمضان. ويستعدون الناس ويقوم بعد منهم المسحر. إيه
يعني علشان يوقفهم حق السحور لازم في واحد يسحر يعني عنده طبل تنبكة تنبكة سوي تنبكة تكتكة تنبكة تكتكة ويدور في الفرجان والناس وهو يقول سحور يا عباد الله هاي والمسحر يدور ويقول يقول أذكار ويقول الأذكار والناس تجلس عشان يتسحرون لأن السحور عبارة عن ريوقهم لكن ريوق تتقدم وهذه السحور الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا قال تسحروا فإن في السحور بركة والناس فرحانين ويطلعون في الليل اليهال سمعوا السحور يا عباد الله السحور يا عباد الله لا إله إلا الله ابعد يا نايم عساك الدايم ابعد يا نايم عساك الدايم ما ينسى صايم مرة ذكر الله اقعد يا نايم وعساك الدايم ما ينسى الصايم مرة ذكر الله ما ينسى الصايم مرة ذكر الله اسكور يا عباد الله اسكور يا عباد الله لا إله إلا الله اسكور يا عباد الله اسكور يا عباد الله لا إله إلا الله أشر لي بنورك وبرد سحورك أشر لي بنورك برز سحورك وامسك من تسمع تكبيرة الله امسك من تسمع تكبيرة الله شهر رمضان مو على كيفنا نصومه في أي وقت وهذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو اللي قاله في القرآن الكريم نفتح على سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو اللي فرض علينا صيام شهر رمضان مثل ما فرض علينا الصلاة فرض علينا الصيام والصيام تقريباً 30 يوم وأحياناً تكمل العدة في 29 يوم على كل واحد يصوم كل واحد بالغ يصوم هذا اليوم أنت والصغار صوموا والله بصومون إذا أنت وصل عمركم الحين 7-8 سنوات حاولوا أنتم تجربون جربوا الصيام يعني مو لازم يوم كامل نص يوم شوي شوي وبتعودون على الصيام وتحسون بالفرحة والأناسة زين الصيام مو بس الصيام عن الأكل هل الصيام بس ما نأكل ولا نشرب وبس هذا هو الصيام والصلاة شلون أنا أقول لكم من أول يوم مو بس في النهار رقاد ولا تقومون تصلون وفي الليل سهر لا شهر رمضان شهر الطاعة مو شهر السهر واللعبة الطاعة وقراءة القرآن قد ما نقدر نتقرب حق الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يجازينا بالخير كثير من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن شاء الله نكون دائماً من الصائمين القائمين والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل من هذا الصيام ونكون من المقبولين وكل عام وأنتم بخير